التقى اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالعاهل الأردني في عمان للحديث عن تداعيات القرار الأمريكي بشأن مدينة القدس. يأتي هذا خلال جولة يقوم بها عباس في المنطقة، بدأها في زيارة إلى دول الاتحاد الأوروبي ومن ثم حضور القمة الإفريقية ليصل إلى عمان اليوم. هذا وصرح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بأن السلطة ستتجه إلى الأمم المتحدة الشهر القادم لطلب عضوية كاملة لدولة فلسطين. تم الاتفاق على تنسيق لاجتماع الوزارة العربي القادم والقمة العربية، إضافة إلى تحرك على مستوى مجلس الأمن والجمعية العامة بهدف الحصول على اعترافات بدولة فلسطين ومنع أي دولة في العالم من نقل سفارتها إلى القدس أو الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. مجددا نرحب بمراسل صوت القاهرة والمحلل السياسي سيد خميس أبو العافية، مرحبا بك مجددا. جولة يقوم بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بدأ في دول الاتحاد الأوروبي، تحدث عن الوساطة الأمريكية وعن قضية القدس وأيضا في القمة الإفريقية، واليوم هنا يتواجد مع العاهل الأردني لاستمرار هذه المباحثات. كيف تقرأ هذه الجولة؟ أولا قبل كل شيء رأينا بأن يعني على خلفية الخيبة الأمل التي انتابت الشارع الفلسطيني والقيادة الفلسطينية، لا سيما قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية، قرر الرئيس عباس وقررت القيادة الفلسطينية أن تنبري أو ينبري الرئيس عباس في جولة مهولة كبيرة لحشد الرأي الأوروبي لصالح القضية الفلسطينية. في أوروبا استمع إلى تصريح من فيدريكا موغريني وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي التي تلت على ما سمعه موقف الاتحاد الأوروبي، بأن بالنسبة للاتحاد الأوروبي القدس هي عاصمة الدولتين الفلسطينية وإسرائيل. هذه النقطة. ولكن على الرغم من ذلك الرئيس محمود عباس يدرك جيدا بأن في غياب دور الدبلوماسية الأمريكية للأسف شديد، ربما كل التحركات هذه تفضي في نهاية المطاف إلى إبقاء شعلة القضية الفلسطينية يعني مستمرة. نعم. لكي لا تخبو، ولكن أن ينعكس الأمر في تقدم ملموس على الساحة الدبلوماسية أو الحلبة الدبلوماسية لصالح العملية السلمية، أنا أشكك بذلك. على فكرة هو يراهن على الاتحاد الأوروبي، على الجمعية العمومية، مجلس الأمن الدولي، رباعية الكوارتات، وأيضا على الأردن، لأنه من وجهة نظر الفلسطينيين أو لا سيما القيادة الفلسطينية بأن يعني موقف العاهل الأردني فيما يتعلق في تصريحات الرئيس دونالد ترامب حول القدس بأنها عاصمة دولة إسرائيل كانت تصريحات تعكس قلقا أردنيا. نعم. واضحا. الرئيس عباس يثمن غاليا وعاليا الدور الأردني لنصرة. نعم. القضية الفلسطينية. نعم. فيما يتعلق بقضية أخرى وهي تصريحات وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي، قال فيها بأن السلطة الفلسطينية ستتوجه إلى الأمم المتحدة لطلب عضوية كاملة. هل يمكن أن يحصل الفلسطينيين في الأمم المتحدة على عضوية كاملة لدولة فلسطين في ظل ما يجري اليوم من نوع من التأييد لربما سواء في الأمم المتحدة أو ما تحدثنا عنه في دول الاتحاد الأوروبي للقضية الفلسطينية؟ أنا أقول لك ما هي السياسة المتبعة من قبل القيادة أو المعتمدة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، وهي تنص على هكذا، تقول إن لم تنجح، إن باءت محاولاتنا في هذه المرة أو في هذا العام بالفشل فإنها ستنجح في العام المقبل، وإن لم تنجح في العام المقبل فإنها سوف تنجح بعد عامين. الهدف هو تشكيل ورقة ضاغطة على المجتمع الدولي للإدراك، لأن القضية الفلسطينية هي على المحك، لا يمكن تجاهلها. الفلسطينيون وفي غياب دور فاعل لتنشيط العملية السلمية ما بين إسرائيل والفلسطينيين، فهم على الأقل ينشدون بأن يمنحوا مقعدا لكي يحافظوا على شعلة القضية الفلسطينية موقدة. أنا أعتقد بأن وإن فشلوا في هذه المرحلة أو في هذا العام، ربما قد ينجحوا في العام المقبل.